وده اول تحدي معانا مع الكابتن محمود عبد الحكيم في تحدي فوتشينكس للعبه المايسترو. الحته اللي بيخبط عليها الكابتن دي فيها لمبه بتنور، اللمبه الخضراء ثلاث نقط، اللمبه الصفراء بنقطه، اللمبه الحمراء بتخصم منك نقط. وحتى ان الكابتن الله ينور ما حسبتكش يا كابتن. الكابتن كابورو كان بيحب يلعب جنب شديد الناوي، تخيل بقى انت جنبك شديد الناوي قاعد تديله الكره بسرعه، ما تشمتش وريد سربان فيك. لا ده مايسترو بجد. اللعبه دي اتعملت عشان الكابتن، هيسموها محمود عبد الحكيم قريب. ولسه الكابتن بيحاول يفرض سيطرته في تحدي المايسترو. الله ينور، هو لسه مايسترو. نفكر برضو الناس، الكابتن لما يخبط الكوره في اللمبه الحمراء ماينس نقط، اللمبه الخضراء ثلاث نقط، اللمبه الصفراء نقطه. هو الله ينور كل مره احسده، كل مره احسده. الوان تو هات على الكيف، استلام لعبه سرعه. اللي حاول لسه في جرابه كتير. ده مايسترو بجد. الجزمه الذهبيه دي اكيد فيها سر. لا والراجل ايه من غير لبس رياضي ولا حاجه، بالشوز والبنطلون بالكاب، الاداء عاش.